يوم 25 فبراير اللي فات الزمالك بيخسر من الترجي التونسي في رادس 2-0، منتخب الشباب بيخسر من السنغال 4-0 على ارضه وسط جمهوره وبيغادر بطوله افريقيا، الاهلي بيتعادل مع سان داونز على ارضه وسط جمهوره 2-2 بالعافيه. طب ليه؟ لو مسكناهم واحدة واحدة كده، الزمالك طبعا معروف ليه، لعيبة دون المستوى، مفيش جهاز فني، مفيش مجلس ادارة، طبعا حاجة واضحة لمصر كلها، فدي نتيجة طبيعية للي بيحصل، ده غير ايه اللي لسه هيحصل. طيب منتخب الشباب، لو بصيت على الماتشات بتاعتهم هتلاقي ان 80 او 90% من اللعيبة اللي موجودة في منتخب الشباب لا تصلح ان هي تلعب كرة قدم اصلا، مجاملات، كلها مجاملات، العيال ما عندهاش مبدأ التسليم والتسلم بتاع الكورة، مبادئ الكورة نفسها مش موجودة عندهم. لو رحت للاهلي واتفرجت على ماتش الاهلي وصن داونز اللي خلص 2-2 بالعافيه، ولولا الشناوي كان الاهلي طلع خسران الماتش ده 3 او 4، اتفرج على فرقه صن داونز هتعرف فعلا ان احنا ما بنلعبش كوره. الاهلي بيشتري لعيبه بالملايين، مش مهم كويسين وحشين، هيفيدوا الفرقه مش هيفيدوا الفرقه، المهم في الاخر الجماهير تطلع طول الله يا بيبو الله يا خطيب، والنتيجه في الاخر هي اللي احنا شايفينها. طول ما المنظومه ماشيه في مصر والمجاملات عمرنا ما هنشوف خير أبداً.